بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، شوطنا 23 الذي انطلق في هذه اللحظات. خصص جعدان المحليات الأصايل، نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للمشاركين على أرضية هذا الميدان. مخلاب بسهيل سليم حربي العامري، النقلة على المركز الثاني مشكور. يا سلام، بطر بن علي بن علوان نكتبي، أحد الشباب وأحد الرجال دائما قوات في هذا الميدان وخارجه. بينما اللي في المركز الثالث شعار الحميري ما شاء الله حاضر ايضا هناك في ثالث المراكز، وتعود ملكيته مطار سعيد بن عبيد بن خليفه الحميري. وفي المركز الرابع لافي ومحير بن سيف بن نايع بن واس الشتبي. وخامس المراكز هناك من الجانب الاخر شاهين عبد الله بن المر بن حلوه الشتبي. وفي المركز السادس اللي في المركز السادس ما شاء الله تبارك الرحمن الدكتور عبد الله بن علي بن نافع الشتبي. وفي المركز السابع هناك شعار الذهب مع خلفان بن احمد بن عيسى بن شقوي. وثامن المراكز اللي في المركز الثامن ما شاء الله تبارك الرحمن الغزال لسالم بن سلطان بن حمد بن واس الاجتبي. وفي المركز التاسع قداح منصور بسيبه خلفان الغويص. وعاشر المراكز هناك رعد لمحمد بن احمد بن سعيد بن حلوه. وحادينا العشر ايضا هذا الشعار اللي ما بننساه، محمد بن سلطان بن شطيض بن عبيد بن قميش الاجتبي. يلا اليوم ليل 11 دعنا في هذا الشوط، ليل 11 ذعنا في هذا الشوط، وخلف 11 أيضا أسامي كثيرة. هكذا أيها الأخوة كانت نتيجتنا، هكذا أيها الأخوة كان الوصف التفصيلي ما شاء الله للمراكز، ذعناها عليكم كاملة مكملة بالوفاء تمام. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس. عودة من جديد مطر بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري مع حشيم من المركز الثاني الدكتور عبد الله بن علي بن نافع الاجتبي. وفي المركز الثالث هناك من الجانب الاخر اللي هو مخلاب لسهيل بن سليم حربي العامري. ورابع المراكز قداح منصور بن سيب خلفان على غويس. وشاهين خامسا عبد الله بن المر بن حلوه الاجتبي. سادس المراكز هناك مشكور مطر بن علي بن علوان الاجتبي. وفي المركز السابع ايضا هناك رعد محمد بن احمد بن حلوه. الثامن المراكز وصل بحار محمد بن سلطان بن شطيط بن عبيد بن قميش الاجتبي. وفي المركز التاسع هناك من الجانب الاخر شعار بنواس ايضا ما شاء الله حاضر مهير بن سيب بن نايع بن واس الشتبي. وعاشر المراكز ياتينا الذهب خلفان بن احمد بن عيسى بن شقوي. بسنا نبى المركز الاول. هناك قداح وشاهين الكل في المركز الاول، الكل في مقدمه هذا الشوط. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق، نتمنى الناموس يا الاخوه المشاركين الحاضرين في هذه الانطلاقات الجميله، هذه الانطلاقات المميزه. قداح منصور بن سيب بن خلفان لغويس، ولكن حشيم مطر بن سعيد بن عبيد بن خليفه الحميري. المركز الثالث شاهين عبد الله بن المر بن حلوه الشتبيخ. مخلاب رابع المراكز متعود ملكي درسيل بن سليم بن حربي العامري. وفي المركز الخامس بسميه غالي عندي لك معزة مطر بن علي بن علوان الشتبي. حاضر بو علي في ميادينه ما شاء الله. المركز السات اللي في المركز السات ولا الخامس هناك الذهب خلفان بن احمد بن عيسى بن شقوي. وصلكم بن حلوه، وصل رعد، واذا دن الرعد هناك تحصل امور في لحظاتنا الاخيره. محمد بن احمد بن سعيد بن حلوه، خلاص اللحظات الجميله هال 600 متر الاخيره اللي تفصلنا عن خط النهايه، هال 600 متر الاخيره التي تفصلنا عن اجواء هذا الانطلاق. ولكن قداح
قداح حشيم، حشيم وقداح وشاهين، اللحظات الجميلة، اللحظات الجميلة. بسم الله يا منصور يا منصور يا منصور، أسجد لك جمهور وأهل مشرف، أهل مشرف إن وديت لهم السلام يستاهلونه. قداح الذي اجتاح المركز الأول، اللي اجتاح المركز الأول، اللي غادر على المركز الأول، منصور منصور يا ابو سيف يا ابو اليمايل، سلام عليكم يا اهل مشرف. لمنصور بن سيف بن خلفان الغويص، من قدم قداح على المركز الاول من هذا الميدان الى مشرف، سلام سلام، تهانينا. والناموس المركز الثاني ايها الاخوه لمطرم سعيد بن عبيد بن خليفه الحميني، المركز الثالث للسيد عبد الله بن مر بن حلوه بحار رابعا، وهناك تعود ملكيته للسيد محمد بن سلطان بن شطيد بن قبيش، وخلفان بن احمد بن عيسى بن شقوي خامسا، وسادس المراكز مطر بن علي بن علوان. لك تبي 6 دقائق 10 ثواني 25 جزء من الثانيه، تهانينا والناموس.